بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، في هذه الليلة المقدسة، ليلة الميلاد المجيد، الولادة هي ولادة روحية جديدة. الله يدعونا أن نفتح قلوبنا من جديد للنعمة. في بداية هذه الأمسية الميلادية المقدسة، في بداية هذه الذبيحة الإلهية، نندم ندامة صادقة على جميع خطايانا، فنكون أهلا لإقامة الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئة عظيمة جداً. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهي. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية.
لقد أضأت هذه الليلة السامية القداسة ببهاء النور الحقيقي، فهب لنا وقد عرفنا المسيح في أسراره على الأرض أن نتمتع بأفراحه في السماء. هو الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر أشعياء النبي. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في بقعة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. كثرت الأمة وفرت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كابتهاج الذين يتقاسمون السلب، لأن نير مشقتها وعصا كتفها وغضب مسخرها قد كسرتها، كما في يوم مديان، لأنه قد ولد ولد، أعطي لنا ابن، فصارت الرئاسة على كتفه، ودعي اسمه عجيبا مشيرا إلها جبارا أبا الأبد رئيس السلام، لنمو الرئاسة والسلامة ولسلام لا انقضاء له على عرش داود ومملكته، ليقرها ويوطدها بالأنصاف والعدل من الآن إلى الأبد. إن غيرة رب الجنود تصنع هذا. كلام الرب. الشكر لله. المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسدت لأجلنا. المجد لك أيها
قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل تيتوس. أيها الحبيب، لقد ظهرت نعمة الله ينبوع الخلاص لجميع الناس، وهي تعلمنا أن نكف عن الكفر وشهوات الدنيا لنعيش في هذا الدهر برزانة وعدل وتقوى، منتظرين السعادة المرجوة وتجلي مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي جاد بنفسه من أجلنا لنفتدينا من أجل كل إثم، ويظهر شعباً خاصاً به حريصاً على الأعمال الصالحة. كلام الرب. الشكر لله. ولد المسيح، هللويا. ولد المسيح، هللويا. ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح، هللويا. أبشركم بفرح عظيم، ولد لنا اليوم مخلص، وهو المسيح الرب. هللويا، 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 هللويا. الرب
القديس لوقا الإنجيلي الباشير. المجد لك يا رب المجد لك. وفي تلك الأيام صدر أمر عن القيصر أغسطس بإحصاء جميع أهل المعمور، وجرى هذا الإحصاء الأول إذ كان قرينيوس حاكم سوريا، فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحد في مدينته. وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية، إلى مدينة داود التي يقال لها بيت لحم، فقد كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب هو ومريم خطيبته وكانت حاملا. وبينما هما فيها حان وقت ولادتها، فولدت ابنها البكر، فقمطته وأضجعته في مذود لأنه لم يكن لها موضع في المضافة. وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية، يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم، فحضرهم ملاك الرب وأشرق مجد الرب حولهم، فخافوا خوفا شديدا. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، ها إني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله. ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، وهو المسيح الرب. وإليكم هذه العلامة: ستجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وانضم إلى الملاك بغتة جمهور الجند السماويين يسبحون الله فيقولون: المجد لله في العلا، والسلام في الأرض للناس أهل رضاه. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. الإخوة والأخوات الأحباء الحاضرين في الكنيسة والذين يتابعونا عبر نورسات، كل عام وانتم بخير. ولد المسيح، هللويا. هاي الكلمات هللويا يعني تهليل، يعني في ولادة حقيقية بتصير. احنا مش بس نتذكر اشي، احنا منحيي ذكرى خلاص، بداية الخلاص بيسوع المسيح. عيد الميلاد هو إيش؟ هو دخول كلمة الله الأزلي إلى العالم. المسيح بيدخل العالم وبسكن بين الناس. كلمة صار بشراً وسكن بيننا. في كل خلنا نحكي المحاولات البشرية للوصول إلى الله، كانت عملية محاولة صعود، البحث عنه، الإنسان يبحث. إحنا نؤمن بعمانوئيل، الله اللي بيبحث عن الإنسان. عيد الميلاد هو هذا التجسد، الله أراد يكون واحد منا، أراد إنه يعطينا خلاصه. في عيد الميلاد يا إما تنفتح الأبواب يا إما تغلق الأبواب، يا إما نقبله يا إما نرفضه. يمكن أن نرى في هذه الليلة باب ينفتح لعلاقة جديدة مع الله. في عيد الميلاد ربنا بيفتح الباب، فيتقدم الابن الذي اسمه عمانوئيل، أي الله معنا، للقاء الإنسان
في الواقع اللي هو بيعيشه. شو اللي بيعيشه هلا الإنسان؟ إحنا كل واحد فينا كأفراد أو جماعة، شو اللي منعيشه؟ ربنا يلتقي فينا مع الخبرة اللي إحنا قاعدين منعيشها. منذ ولد المسيح انفتحت أبواب السموات مراراً وتكراراً، فتحت يوم عماده في نهر الأردن، فجاء الملائكة يبشرون ويهيئون مجيء الروح. انفتحت فجاء يسوع المسيح فيفتح قلبه الإلهي والإنساني للبشرية. في الرسالة العبرانيين جاءت هاي الكلمات: لذلك قال المسيح عند دخوله العالم: لم تشأ ذبيحة ولا قربانا، ولكنك أعددت لي جسدا. لم تقبل المحرقات ولا الذبائح كفارة للخطايا. فقلت حينئذ: ها أنا ذا آت، اللهم لأعمل بمشيئتك. المسيح يفتح الأبواب، أبواب الحياة. حياته أولا هو بيحكي: أنا الباب، من دخل مني يخلص، يدخل ويخرج ويجد مرعا. وصاحب المزامير شو حكى؟ هذا باب الرب، فيه يدخل الأبرار. هذا باب الرب، فيه يدخل الأبرار. الله بيفتح لنا باب الرحمة. بجوز فينا ناس محملين بداخلهم بتأنيب ضمير، بخطايا، شعور بالذنب من ماضي أو من حاضر. يفتح باب الرحمة في ليلة الميلاد، يفتح باب الرحمة. ناس كثير فتحوا قلوبهم واستجابوا لنعمته. مريم ويوسف فتحا قلبيهما من غير تردد. إليصابات وزكريا كذلك، المجوس والرعاة، حن النبية، سمعان الشيخ. وهناك ناس سكروا الباب. هيرودس، إنجيل يوحنا بيحكي: جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته. بيت لحم في الماضي أغلقت أبوابها عن يسوع، عن ولادة يسوع المسيح. لم يكن الله لله فيها مكان. هل اليوم إحنا بيت لحم القديمة، ولا ربنا رح يجد عنا مكان واستعداد؟ صورة الباب المفتوح بتذكرنا بحرية الإنسان اللي بيقبل أو بيرفض. بيقبل نعمة، بيقبل علاقة، بيقبل انفتاح عمودي مع ربه، ولا ما بيقبل هذا الإشي. صورة الباب بتذكرنا بهذا الموضوع، بحرية الإنسان. حكينا الكتاب المقدس: أنا واقف على الباب أقرع، إن فتح أحد أدخل إليه وأتعشى معه ويتعشى معي. ربنا ما بيفرض نفسه علينا، ربنا يدعونا. والدعوة يا بنستجيب لإلها أو بنرفضها. السنة هاي بشكل خاص كان في عنا مع كل الصعوبات، وكثير ناس منا ما في جو للعيد، الناس زهقانة، ما في أجواء للعيد، كانت هي الفرصة هاي السنة إنه نعرف إنه في عيد الميلاد المسيحيين ما بيعيشوا المظاهر أو المشاعر، إحنا منعيش الميلاد منفتحين وفاتحين قلوبنا لنعمة إلهية منتظرينها. هاي فرصة. اليوم هينا قاعدين منصلي في هاي الكنيسة، وحضور الله موجود بقوة روح القدوس. هاي نعمة، نفتح قلوبنا للنعمة اللي الله بده يعطينا إياها، للحاجة اللي إحنا بدنا إياها.
احنا مش ابناء المظاهر، احنا ابناء السجود لابن الله المتجسد في مغارة قلوبنا. احنا في عيد الميلاد منعرف ندخل الى قدس اقداسنا، وهناك مرات بيكون في عنا نور ومرات بيكون في عنا ظلمة. يسوع المسيح ينور هاي الظلمة، تفتح الأبواب المغلقة. في عنا زوايا في داخلنا مسكرة وفيها عتمة، تفتح الأبواب ويدخل النور. هيك بنعيش الميلاد، وهاي الفرصة اللي اليوم نقول لربنا إنه هينا زي ما إحنا موجودين أمامك في هذه الليلة المقدسة أمام هيكلك، ساجدين بكليتنا أمام هذا السر العظيم وسر تجسدك العظيم يا رب. اليوم في هذا القداس الإلهي بدنا نصلي من أجل مين؟ بدنا نصلي من أجل كل شخص يغلق بابه أمام الخير، أمام خير الله اللي بيجينا، وأمام الخير اللي بيمر من خلالنا من أجل الآخرين. نصلي في هاي الليلة المقدسة إنه أبواب العلاقات بين الناس تنفتح، ويصير في جسور مش جدران بين الناس، إنها تتلاشى جدران الحقد والكراهية واللامبالاة وعدم الاكتراث بمشاعر الناس. نطلب من ربنا إنه هذا الحيط، هذا الجدار ينهدم وينبنى جسر من الرأفة ومن التحنن ومن قبول الآخر بغض النظر عن إساءته وبغض النظر عن أفكاره إن كانت بتناسب أو ما بتناسب. نطلب من ربنا قوة روح فينا تخلينا نبني هاي الجسور. صلاتنا في هاي الليلة من أجل كل شخص اليوم بيكون وحيد في ليلة الميلاد، متروك غير مقبول، كل شخص مهمش. والمهمش مش شرط يكون مهمش بشارع، المهمش أو المتروك هو شخص بيعيش بين الناس ومنفكره إشي كثير، ولكنه في داخله بيعيش هذا التهميش وهاي الوحدة. نطلب من ربنا إنه تنفتح أبواب النعمة لهدول الأشخاص ويشوفوا إنه يسوع المسيح الذي ولد من مريم العذراء هو نور العالم، واللي بيتبعه ما بيمشي في الظلام بل له نور الحياة. في هاي الليلة بدنا نصلي من أجل كل مريض هلأ موجود في مستشفيات وبيعاني وخايف وما بيعرف هالمرض شو بده يسوي فيه، ومن أجل كل المحيط تبعه العائلي اللي كلهم خايفين ومش عارفين شو بده يصير من هالكورونا. صلي من أجل هذول الناس اللي هم اليوم بحاجة لصلاتنا ولدعمنا الروحي، احنا متحدين معهم في الصلاة. نصلي من أجل بيخدموهم، الأشخاص اللي عم بيضحوا بحياتهم وعم بيعرضوا حالهم للمخاطر حتى يكونوا في جنب المريض ويقوموا بشرف خدمة المحتاج للخدمة الطبية في هاي اللحظات، من أجل الكوادر الطبية في بلدنا، حتى ربنا يحميهم ويقويهم ويعطيهم الصبر أمام هاي الصعوبات. منصلي من أجل كل شخص في هاي الليلة في هاي الفترة فقد عمله، كل شخص اليوم بيشعر إنه عشا الليلة رح يكون صعب عليه. نصلي من أجل هذول الناس ونحكي لربنا في مغارته اليوم، يا رب أنت نور العالم، بارك هذول الناس وأعطيهم إنهم يعيشوا فرح مختلف عن أي فرح آخر، مش فرح الخارج ولكن فرح الداخل. أنت مصدر الفرح، واللي حكيت في إنجيلك المقدس أعطيكم فرحي فيكون فرحكم تاما. هاي الصلوات اليوم بدنا نرفعها بإيمان وثقة، بنطلب من ربنا يعطينا القوة
إنه إنسانيتنا اليوم بتفيض محبة ورأفة ومسامحة وخدمة وكبر، مش تكبر، وكبر من أجل الآخرين، ومن أجل ننشر لهم نور يسوع المسيح المتجسد من البتول القديسة. صلي من أجل عائلاتكم حتى ربنا يحميها وتكون عائلات بتعيش ألفة ومحبة وفرح دائما. أن ينزع الرب من هذا العالم كل نزاع، وأن يزرع سلام وود وأخوة بين الناس جميعا. آمين. نؤمن بإله واحد، المولودنا الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. بيلاطس البنطي تألم مات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وأجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي مجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا نفلاء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف مواضيع واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الدهر الآتي، آمين. أيها الإخوة الأحباء، نحن الليلة ماثلون بالروح عند المغارة التي ولد فيها المسيح، فلنطلب إليه بصلاتنا الآن أن ندرك من مولده كل غاية ومن مغارته كل موعظة وتعليم. أيها الرب يسوع المسيح، إن مولدك الذي نحتفل به الآن هو حقاً ملقى الأرض والسماء، فمن أجل أن نلقاك على البر والإحسان وأن نولد معك بالنعمة والإيمان، إليك أيها الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، إنك ولدت مرتين، مرة من الآب إلهاً ومرة من مريم إنساناً، فمن أجل أن تحررنا بالولادتين من قيود أنفسنا، إليك أيها الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، إن أسياد القوم في أورشليم بحثوا عنك عند مولدك ليقتلوك، وبهائم بيت لحم بحثت عنك لتحميك من كل أذى، فمن أجل أن تصون فينا ذاتك القدوسة من أذى أنفسنا، إليك أيها الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، إنك تطرق بنعمة مولدك على قلوب الناس في كل حين، والناس مختلفون حيالك باباً وموقفاً، فمن أجل أن تجعلنا من فريق الذين يفتحون لك الأبواب على مصراعيها، إليك أيها الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، لقد كان مولدك في الزمان نهاية الظلم والتعسف والطغيان، فمن أجل أن تعيد إلى ديارنا نسائم الحرية والانعتاق والعدالة والسلام، إليك أيها الرب نطلب. استجب يا رب. لحظات من الصمت نقدم نياتنا الخاصة.
أيها الرب يسوع المسيح، يا من دخلت ديارنا بغير فساد لكي تحررنا من فساد أنفسنا، إننا أحوج ما نكون إلى أن تحل في منازلنا وتستولي على ذواتنا. فاقتحم بنعمتك قلوبنا، وحطم بقوتك مزاليج أبوابها، وأقم فيها إلى الأبد. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. أخوات الأحباء إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. بخير الكنيسة المقدسة بأسرها، نسألك يا رب أن ترتضي قرابيننا ليلة هذا العيد المجيد، كي نصير بفضل تبادل مقدس على صورة المسيح الذي تجسد وسمى بالإنسان إليك، والذي يحيا ويملك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان، أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، لأن سر الكلمة المتجسد جعلنا ندرك مجدك الأبدي في بهاء نور جديد. فإذا ما عرفنا الله معرفة عيان جذبت قلوبنا إلى محبة ما لا نشاهد. لذلك
مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباوت السماء والأرض من نؤتي من مجدك العظيم قداسة. فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع
حبنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا، أسقفنا ويليام، جمع الأساقفة وسائر الإكليروس. اذكر يا رب ابنك فؤاد وجميع إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة والمتوفين إلى رحمتك من أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا. اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين وخصوصاً المرضى، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أمضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. السلام في أيامنا، أعطتنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور.
أيها الرب يسوع المسيح، يا ما قلت لرسلك السلام استودعكم سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك لدهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. انحناء لنتبادل سلام المسيح. جسد يسوع المسيح الحامل خطايا العالم. طوبى المدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. جسد ودم يسوع المسيح يحفظ نفوسنا وأجسادنا الحياة الأبدية. آمين.
الإله ربنا، جمعتنا الليلة حول مخلصنا المولود فرحين، فأعطنا أن نمجده بسيرة صالحة وأن نحظى بجواره في السماء. هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. ولد المسيح. هللويا. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.